يعني نور، أول ما بتخلص مثل ما بيقولوا السنة الدراسية أو العام الدراسي، ببلش كل الأهل سواء كان عندهم رياض أطفال أو أطفال بعمر أكبر من المراحل الأولى الدراسية، ببلشوا يدوروا على النوادي الصيفية لحتى مثل ما بيقولوا يحطوا الأطفال بهذا الوقت ويعملوا شوية تمارين ونشاطات خلينا نقول لكم مفيدة ويستفيدوا منها بالصيف. أكيد سلمى، لأنه بتعرفي بالعطلة الانتصافية بيصير في وقت كتير كبير، بالعطلة الصيفية في وقت كتير كبير فراغ للأطفال، فالأهل بيحاولوا يستثمروا نوعا ما ببعض النشاطات والتمارين والتدريبات، إن كان عبر نوادي أو من خلال البيت. في كمان نقوم مع الأطفال بعدة نشاطات تنمي وتقوي فينا نقول مهاراتهم وتطورها بشكل كتير كبير. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الأختصاصية في التربية الخاصة الست ريم سعد. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، صباح النور، سعد أوقاتكم كلها. صباح الخير، أهلا وسهلا، سعد أوقاتك، أهلا وسهلا. خلينا نبلش مع حضرتك ريم، يعني دائما وقت نقول انه النادي الصيفي بنلاقي في عنا نوعين من الاراء عند الاطفال والاهل، وتبلش بقى الحكايه معهم. في اطفال بيقولوا لا، النادي الصيفي مثل التزام المدرسه، ما بدي التزم فيه. وفي اطفال لا، بيحبوا بس بيحبوا الشغلات اللي فيها بس مثلا سباحه، لعب، هي التفاصيل. خلينا نقول كيف ببلش الاهل يختاروا النادي الصيفي؟ تماما. هلا من حق، انا يعني برايي من حق الاطفال تعترض على شيء هي ما حابته كونه صيف. صحيح. يعني انه انا ما بقدر او ماني حابه، لانه هي فتره لهم شوي راحه وشوي انه هن بدهم ياخذوا حريتهم بالشيء اللي بيحبوه، فما في مشكله. نحن الشتاء كلها دراسه وقعده والتزام، فحلو بالصيف انه هن يكون عندهم شيء بفضله. هلا انا كيف بدي اختار؟ يعني غالبا نحن بنفضل انه طبعا حسب امكانيات الاهل يلحقوا اهتمام الولد ويلحقوا انه بشو ابني عنده مشكله او بشو عنده نقص بشويه امور، ممكن تكون نفسيه، جسديه، بنيويه. يعني دائما مثلا بنصح الاهل بالاطفال اللي عنده مشكله بتقدير الذات، شخصيتهم شوي مانا اجتماعيه زياده، تماما، انه يروحوا على الرياضات القتاليه، لانه هي بتهذب النفس. يعني هي مو بس قتال، لا، هي كثير من قواعدها ضبط النفس، الاحترام المتبادل، كثير تفاصيل حلوه بتنمي كثير عند الولد، بتكون ثقته نابعه من ذاته، ما في داعي حدا يقول له لا انت منيح انت كويس، لا حيحصل عليها. في اطفال بنتهم ضعيفه جسديه فبدهم سباحه، بدهم سله، في اطفال عندهم حركه زايده فبدهم كره قدم. هي بتلحق طفل شو الانسب له، اذا كان الاهل حابين يعرفوا تماما شو الانسب. في اطفال بيضطروا الاهل انه يحطوهم بالنوادي الصيفي لانه اصحاب عمل عندهم. صحيح. عمل، فهنا صعب انه يبقوا لحالهم، امن انه يكون بمكان امن عليهم. بقى هون شوي ممكن دراسه، طبعا دراسه اذا تكون بدها تكون نوع لطيف، ما انه كل الوقت، من حقه الطفل ينبسط ويلعب ومن حقه يكون بمكان امن. يعني ما يروح على مكان مثلا شوي يكونوا قاسيين الستاف بالمعامله، المعلمين يكونوا شوي قاسيين، حدود كثير، صرامه كثير، لا، بنخلي شوي قواعد بس بانه يكون الطفل مرتاح مبسوط بالمكان اللي فيه. حكيتي نقطه كثير مهمه، يمكن كثير من الاهالي مضطرين نوعا ما يسجلوا اولادهم بانديه صيفيه لانه عندهم شغل، بس في احيانا شفنا في ظاهره كثير منتشره بشكل كثير كبير، لا يعني مو بسبب الشغل، بتلاقي احيانا بعمر كثير صغير بعده الطفل بده يلعب يتسلى، بتلاقي لا، يعني هلا بتلاقي منتشر بشكل كثير كبير الحساب الذهني نوعا ما بتقول بينمي المهارات، تمام، بس لا، رياضيات، فيزياء، كيمياء باعمار بكير، لغه، انه لا بدي ابني يحصل على معلومات، يكون في عنده قدرات، يكون اشطر من رفقاته، اعمار صغيره. يعني سابقا فينا نقول على جيلنا كنا لا باعمار اكبر، وهي منتشره بشكل كثير كبير بالمجتمع للاسف. بتلاقي وحده بسجل ابنها مثلا انه لو كان رابع خامس دوره تدريبيه، بتلاقي الثانيه بتسجل انه مثل نوعا ما الموضه. قد ايه بتاثر فعليا على نفسيه الطفل؟ قد ايه مهم انه هي المساحه له؟ يعني انا الصيفيه الي بدي العب فيها، بدي اتسلى فيها ضمن نشاطات وتدريبات، وهي حصه مشتركه نوعا ما صارت بين الاهل والطفل، لانه نعرف المدرسه والدراسه بتاخذ وقت كثير كبير، هي الفسحه كمان نرجع نعمل تواصل مختلف بين الطفل والعائله. تمام. هلا انا اللي بتوقعه يعني، وهذا الشائع، انه نحن كمناهج دراسيه مناهج بحاجه كثير دائما لاعاده ولترميم، لانه اذا بدنا نحكي نحن معظم الطبقه يعني نحن بنعتمد على الدراسه، بنعتمد على الانجاز وعلى التحصيل العلمي. صحيح. تمام. فدائما الاهل الهاجس تبعهم هو التحصيل العلمي للجامعه الافضل، للدراسه الافضل،
الافضل ومستقبلا للمهنه اللي راح تكون افضل وتكون تقدر تعيش الطفل او الطفله بالمستقبل بمكانه اجتماعيه وماديه جيده. فهذا الغالب اللي عم بيكون الهاجس عند الاهل، وهذا الصعب الطفل يفهمه بهذا العمر المبكر. صحيح. تمام، ما فينا هون كثير نتدخل او نقول للاهل، لانه بنضوي على نقطه هن الحق معهم فيها، انه انا بدي الاحسن، لازم يضل متابع حتى ما ينسى. الاعتدال نوعا ما فينا طبعا يا عين. الاعتدال يعني كل شيء له حد، الوسطيه بكل شيء، بالتوفيق بين الطرفين بتمشي كثير امور. صحيح. استاذه ريم، كمان خلينا نحكي عن فكره معينه يمكن قلنا ببدايه الحديث، انه حسب الطفل كيف بيكون حرك او هادي او عنده مشاكل بيتوجه الاهل باختيار النادي الصيفي. طيب في خليني اقول التقييم، يعني بعد قديش انا بقول صح انا اخترت الاختيار الصح لطفلي؟ كيف بقدر مثل ما بيقولوا اعرف سلوكه، هل هو عم يستجيب بشكل منيح او هو مرتاح بهذا النادي او لا انا كان لازم غير له اعمل له شيء ثاني؟ شو الاشارات؟ طبعا حيكون الطفل متذمر بالدرجه الاولى، متذمر غير راغب انه يروح على النشاط. هلا هي غالبا حاحكي شغله من خلال يعني احتكاكنا المباشر مع الاطفال كثير بنشوفها، هي بالصيف دائما هاجس الاهل السباحه. العمر الصغير هن ما بيشوفوا بركه المي او المسبح مكان السباحه مثل ما بشوفه انا الراشد، هن بيشوفوا بحر، مكان كبير واسع، خوف تماما، خوف وعدم شعور بالامن هو اللي بيكون الغالب، مو رفض لتعلم الهوايه لا ابدا. فهن دائما طول الدرس هن متوترين وعم يبكوا خايفين، وعم يكون انا بالنسبه لي افضل انه لا ليكبر بس شوي، حلوه نتعلم هيك مهارات او هيك رياضات بعمر مبكر، بس في نقطه هي كثير مهمه ولاحظنا عند الاطفال انه الخوف هو اللي بيكون مسيطر، غير باقي الرياضات، غير قدم، غير السله، ان رجلي ثابتين على الارض متحكمه بنفسي تماما، كثير بتفرق انه انا بشيء واسع وماني متحكم ولا بشيء بجسمي، وفوقه في عندي مدرب عم بيحاول يعلمني وانا مرعوب. فهي هي اكثر شيء، هي اكثر مشكله عم تواجه الاهل. فبس بحب اقول له انه ما تقلقوا وما تخافوا اذا الطفل رفض انه هلا بس يمارس هاي الهوايه، هي كثير مهمه الهوايه، بس ناجلها لوقت شوي يكبر اكثر الطفل. طيب خلينا نحكي نحدد المراحل العمريه معك، يعني انا النشاطات الانسب لما اقول طفلي بالسنتين، يعني عمره من السنتين للخمس سنين يختلف الطفل. تمام. من الست سنوات للعشر سنوات النشاطات تختلف. بالسنوات الاولى المبكره من سن الطفل، شو الأهم من النشاطات اللي فينا نقول هي فعلياً بتطور مهاراته، فينا نقول فعلياً بتعمل له بعض النشاط وبنفس الوقت بيستثمره بطريقة صحيحة؟ تماماً. هلأ إذا بدنا نحكي من عمر السنتين لثلاث سنين أربع سنين، نحن هون بالسنتين عمر حركي، يعني بنشوف الطفل كتير عنده حركة. صحيح. بالأربع سنين كمان هو عمر حركي، كمان بنشوف الطفل كتير عنده حركة. هاي الحركة بتتوظف بإني أنمي العضلات بطريقة صحيحة. كيف انا بدل ما ممكن كثير انه انا نعمل نص ساعه كل يوم او ساعه مشي نظامي بحديقه بملعب، نحن عندنا حدائق حلوه مرتبه وعندنا ملاعب مرتبه مفتوحه للجميع، هذا كثير حلو، بتكون نشاط مشترك بيني وبين الاهل، وانا ماني برياضه كبيره على الطفل او ما عم يقدر يستوعب كل قواعدها، هو ضايع، يعني ممكن معناته انا اعتمد على رياضات تعتمد على الجمباز وعلى الحركه، هي بتقوي العضلات ولطيفه للطفل. بالعمر الاكبر بقى متجه قدم وسله، بتكون عضلات صار فيها نمو جيد، فبتاهل الطفل، ما بترهقه ما بتتعبه انه انا مارس سله مارس قدم. بس هون نحن بصير في عندنا بس شويه فروقات فرديه، اطفال بيكون عندها العمر الصغير هو مناسب كثير، لانه هي بتعطيكي المؤشرات انه انا رياضتي هيك وانا جسمي بأهلني لهي الرياضة، وفي أطفال كمان بتعطيكي مؤشرات، إذا بنحكي على منحنى هن بأواخر المنحنى، الغالب هن لا تنمية عضلات وجسم، بتأرجيكي إنه أنا لا مو ميولي رياضية، ممكن يكون فنية أكثر، ماني بهذا الصدد. فأنا هون بلحق الطفل، يعني الطفل حيعطيني مؤشرات، وبالمجمل من السنتين للأربع سنين خلينا ما نقسى كثير عليهم بالرياضات، بس لا يبنى الهيكل العظمي والعضلات تكون جيدة. كمان استاذه ريم حكيتي عن شغله انه مو شرط يكون كل النشاطات او الفعاليات هي نشاطات بدنيه او جسديه، في كمان عندنا امور فنيه، يعني
معروف ونحن وصغار ربينا على المعسكرات الطلائع، كنا نطلع ممكن نتعلم الغناء، نتعلم الشعر، كثير من الفعاليات اللي كانت الأدبية والفنية اللي هي أيضا مناسبة ويمكن البنات بيحبوها أكثر من الصبيان مثل ما بيقولوا الصغار. خلينا نحكي كمان عن دور هذا الشيء واختياره، انه مو كل شيء بس نتوجه على رياضة جسدية. تماما. القراءة والشعر والمسرح هدول هوايات بيعطوا طابع للشخصية، بيعطوا طابع كثير حلو. تماما. والموسيقى نحن وقت بدنا ندخلهم، الفارق عندي هو الشخص اللي بيقدم المادة، يعني الشخص يلي او المعلم او المربي او المختص اللي بيقدم هاي المادة العلمية للطفل، بدها تكون بكتير طريقة محببة وبطريقة تلفت الولد ويقدر يقنعه بهذا الشيء. لانه نحن اذا بنحكي شعر او مسرح ولو بسيط هو بالنسبة للطفل صعب، اي شيء في قاعدة وروتين للعمر الطفولة وبالاخص للذكور مثل ما قلنا، لانه هن حركة وطابة وسلة، بده يكون محبب، شخص قدران يفتنن بالمادة اللي راح يقدمها. طبعا هون انا بكون كسبت طرفين، يا ريت يعني، هاي امنية، بنيت شخصية وبنيت جسم، بنية جسدية، فانا حصلت اثنين شيء كثير مهم بيناتهم. طيب ريم، خلينا نحكي معك عن نشاطات اللي ممكن نستغلها ضمن البيت. يعني في كثير من الناس بتقول لك انا ما فيني اخذه وقت يدي، او كمان فينا نقول النوادي الصيفيه مكلفه ماديا، عبء على الاهل. في كثير من النشاطات فينا نقوم فيها مع اطفالنا خلال المنزل، فينا نعمل النادي الصيفي بقلب البيت. قد ايه مهم هي النشاطات يقوموا فيها الاهل مع الطفل للتشاركيه باللعب، وقديش فعليا بتنعكس على بناء شخصيه الطفل اليوم؟ تماما. هلا اذا ما، طبعا احنا اذا ما عندنا امكانيه، مع انه يعني بين قوسين نحن عندنا يعني في عندنا بالدوله كدوله في عندنا كثير مراكز رياضيه وبتخدم الاطفال ومستواها جيد جدا واسعارها كثير معقوله لكافه الطبقات. فاذا انا قدرتي ممكن احطها، اذا لا بالبيت. هلا غالبا بدها تكون يعني وحسب مساحه البيت للامانه. في حدائق فانه يفضل، هي طبعا بدها تكون مساء لانه بالصيف الصبح صعب. اما كل شيء انشطه قبل الظهر هي بدها تكون بالمقص وبالورقه وبالقلم وبالاشغال وبالرسم، بالقراءه، بهي الانشطه، بالطبخ، كل شيء انا بقدر اعمله مع ابني، شيء بخليه يعتمد على ذاته. يعني احنا خلينا نقول نحن الصباحيه حنعلم ابننا يعتمد على الذات، يعني فيها طبخ، فيها غسيل، فيها تنظيف، فيها كثير مهارات. هاي المهارات بتغني، ما أنا مهارات انه بس خدميه، لا، هي مهارات بتغني وبتخلي الطفل للمستقبل اذا بينتبهوا اهله عنده طريقه بحل المشكلات كثير حلوه. كانوا هو عم بيعاشر راجين عم يشتغلها، هاي ممكن نعملها. وبعد الظهر ممكن يكون في حضائق، في مشي، رياضه مشي، نحن عنا اليوم رياضه مشي، عنا رياضه انه نروح في معالم اثريه بالبلد كثير واسعارها رمزيه لنا، كمان فينا نروح، يعني هي ممكن تغطي كل الصيف بمختلف الفئات تبعيتها. اكيد. ويمكن هلا بما انا عم نحكي عن الحدائق وعم نحكي عن نشاطات، امبارح كان افتتاح معرض الزهور وهو فرصه صحيح. حلوه وجميله تمام. للاهل، وخصوصا انه حيكون كمان فيه نشاطات مرافقه للاطفال صح. بحديقه تشرين اللي تعتبر مثل ما قلتي الحدائق، عندنا مساحات حلوه وجميله، هي تعتبر من اهم الحدائق بعاصمه دمشق. اكيد نتمنى الكل يروح يزور يشوف الزهور اكيد، وكمان يكون مشاركين بهالفعاليات كثير للاطفال. حكينا عن خليني اقول النشاطات اللي بالصيف. كمان قد ايه بتشوفي يعني بعض انواع المعارض النوعيه؟ يعني مثلا انا بتذكر كان عندي تقليد مع والدي الله يرحمه، لازم نروح على مكتبه الاسد للقراءه لحتى يكون وقت في موجود معرض القراءه. قد ايه كمان هي المعارض النوعيه ودراستها مهمه للاهل؟ بالفعل نحن عشنا فتره كانت كثير حلوه بالمعارض تماما بسبب ظروف يمكن هلا شوي ما أنا كثير متوافقة. معرض الزهور هاي فرصة كثير حلوة، يعني وقت أنا عم بطلع على البرنامج تبع اللي مخصص للأطفال غني كثير، في كثير قصص منوعة وحلوة، يعني بتقدر الأم كل يوم تاخذ الولد حيحضر شيء مختلف. هاي فرصة إنه تعرف عن أنواع زهور وشوف وامشي وأنا مبسوط، هاي فرصة. معارض الكتب يلي تقام لا بالمراكز الثقافية، نحن بيعملوا معارض للكتب ففيها كمان وفيها قصص، وبالفعل هي اسعار كلفتها ابدا ما عاليه، بيقدر اي شخص انه هو يقتنيها، ما انا كلفه عاليه ابدا.
كمان هي فرصة، يعني احنا في عندنا بالمراكز الثقافية فعاليات نشاطة. بس بده الواحد شوي يلاحق هاي التفاصيل، يتابعها شوي، يتابعها وبيعرف اوقاته وبيقدر برياحه بانه هو يكون فيها. بالختام خلينا نعطي بعض النصائح العامه لكل الناس اللي عم يتابعنا مع بدايه فينا نقول فصل الصيف والعطله الصيفيه، كيف فيهم يستغلوا هيدا الوقت مع اطفالهم ويستثمروه بطريقه صحيحه واساسا يحسنوا العلاقه مع طفلهم، لانه اهم نقطه اليوم التشاركيه باللعب مع الطفل والاهل بتعمل علاقه مختلفه. تمام. هلا يعني انا بطلب دائما من الاهل ضبط النفس، ضبط النفس لانه العطله طويله، عطله طويله وصيف، فانه بالفعل والاطفال مرهقين. نحن ما حنقول انه يعني انه الطفل ما بيع، لا الطفل مرهق، بده برنامج وبده انشطه كثير وبده هدوء وطوله بال. قدر الامكان نعبي لهم وقتهم ونشغلهم، يعني القاعده الذهبيه انه اذا ما شغلته رح يشغلك. فدائما انت خليك المسيطر وانت دائما شغله احسن ما يشتغل فيه. دائما نشغل طفلنا وحنكون سعيدين نحن وياه. وصيف جميل للكل ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اكيد بدنا نشكرك على وجودك معنا، بتمنى هيك صيفيه جميله لكل الناس ولكل الاطفال. شكرا كثير لك.